طيب نروح للسيناريوهات اللي تحددها الاتحاد الافريقي في يعني نصا. نبتدي ساره بالسيناريو الاول الخاص بالدول اللي انهت الدوري خلاص في بلادها، هتتاهل الانديه وفقا للنظام المعروف قبل كده والمعلن عنه طبعا في المادتين الثانيه والثالثه والفصل الرابع من اللوائح. السيناريو الثاني الخاص بالدول اللي انهت الدوري في بلادها بسبب كورونا من غير ما يكمل، لكنها وضعت تصنيفا وترتيبا للفرق في المسابقه غير المكتمله، هيتم طبعا تاهل الفرق زي ما جه في المادتين الثانيه والثالثه الفصل الرابع من اللوائح. السيناريو الثالث بالنسبه للدول بقى اللي الغت الموسم الحالي وما اعتمدتش ترتيب الفرق فيها، هيتم تاهل نفس الفرق زي ما قلت لحضراتكم حسب نفس الترتيب في مسابقات الموسم السابق، مع الوضع في الاعتبار طبعا حصه كل اتحاد. حضراتكم عارفين انه مسابقات الاتحاد الافريقي متقسمه حصص حسب كل اتحاد ليه احقيه معينه في مشاركه عدد معين من الانديه في مسابقاته. السيناريو الرابع بقى بالنسبه للدول اللي ما اكتملش الموسم فيها لغايه النهارده، وده السيناريو اللي بينطبق علينا، ما قدرتش انها يعني تتمكن من اكمال الموسم قبل الميعاد اللي حدده الاتحاد الافريقي، هيتم تخييرها عشان تنفذ اي حاجه من او اي اوبشن او اي سيناريو من السيناريوهات الثلاثه اللي تم طرحها على حضراتكم، وده بينطبق على زي ما قلت لحضراتكم على الاتحاد المصري او اللجنه الخماسيه المكلفه ب يعني السيناريو الرابع هو الاقرب ان هو يتطبق عليه. السيناريو الرابع ان احنا نختار بقى من السيناريوهات الثلاثه دي اكتر حاجه ممكن نتناسب عليها، واحنا طبعا الشعار عندنا واضح ومعروف، احنا اتفقنا الا نتفق، يعني 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 حضراتكم لو النهارده طرح هذه السيناريوهات الثلاثه على الانديه خصوصا انديه المقدمه اللي ليها الحظ في المشاركه، اعتقد ان احنا مش هيحصل بينا اتفاق، هتلاقي كل حد بيعترض او كل، وانا متفهم طبعا في وجهات نظر محترمه جدا، بس احنا في سيناريو استثنائي وصعب جدا نتعامل معاه ازاي، اعتقد الايام اللي جايه هي اللي هتجاوب على السؤال ده، واتمنى ان يبقى في توافق، واعتقد انه المشكله بتمس الجميع سواء كنا بنتكلم على اتحاد كوره او بنتكلم عن ده. طبعا الاهلي خارج المشكله خالص، يعني ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيشارك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله كحامل لقب وبطل الدوري المصري، فالاهلي طبعا بره المشكله دي تماما يعني.